بينما تشتعل مدن إيران بالتظاهرات، يغلي صراع محموم آخر على نار قمع الاحتجاجات. فالقمع المفرط هذا قد يقوي من حظوظ إبراهيم رئيسي لخلافة المرشد. وفق مؤيد التيار الإصلاحي في طهران، فإن الرئيس الإيراني بتشديده القيود على حقوق المرأة يعزز أوراق اعتماده بوصفه متشدداً، وربما احتمال أن يصبح المرشد التالي لإيران، حتى لو كان ذلك على حساب إثارة احتجاجات جماهيرية وإشاعة الفرقة بين الكثير من الإيرانيين والنخبة الحاكمة. ففي الوقت الذي يدعو فيه الآلاف من المحتجين إلى سقوط النظام الإيراني، يعزز المتشددون قوتهم ويؤيدون استخدام رئيسي للقوة ضد التظاهرات، حتى لو كانت الأمور السياسية راسخة في قبضة المرشد علي خامنئي البالغ من العمر 83 عاماً. رئيسي المشمول برعاية خامنئي وبعد مرور عام على انتخابه يحكم بقبضة من حديد من خلال التطبيق الصارم لحكومته في ارتداء الحجاب، معيداً التأكيد الكامل لنفوذ المتشددين. قوة رئيسي ليست من تشدده فقط، بل يحظى بثقة الحرس الثوري، القوة العسكرية المتشددة والموازية للجيش النظامي، والتي استخدمها النظام لسحق الاحتجاجات السياسية على مدى عقود، ويعتبرها الإيرانيون عاملاً مؤثراً آخر في اختيار خليفة خامنئي. المناورات المرتبطة بالخلافة تضيف تعقيداً جديداً على المشهد الإيراني، تزامناً مع تسريبات عن اعتلال صحة خامنئي وسط تظاهرات لا تهدأ رغم استخدام النظام لسلاح القوة في محاولة منه لإخمادها.